تابعين معكم مشاهدينا، ورح نكون باتصال مباشر مع هادي زلزلي رئيس دائرة التعليم الرسمي ومقرر لجنة التعليم في حالات الطوارئ. يا أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير لحضرتك وللمشاهدين. صباح النور. يعني اليوم إذا بدك كل المشاهدين يمكن بقلق أو بانتظار ما سيصدر، لا متابعة إن كان العام الدراسي، لا متابعة فيروس كورونا، وتحديدا بالمدارس كيف المدارس بدها تواجه. خبرنا عن دور اللجنة بمواجهة فيروس كورونا، دور اللي عم تلعبه حاليا بالمدارس. نعم، بالبداية يعني بوزارة التربية كل الوحدات الإدارية اليوم هي كل جهودها وعملها بيصب بإطار تأمين سلامة التلاميذ وتأمين استمرارية عملية التعليم، يعني عدم الانقطاع عن عملية التعليم بشكل يؤذي العام الدراسي أو يؤذي التحصيل العلمي لتلاميذنا. نعم. بالبدايه يعني من ضمن هالوحدات مع الوحدات الاداريه اللي عم تجتمع كلها داخل وزاره التربيه في لجنه مؤلفه من العام 2010 هي لجنه التعليم بحالات الطوارئ. نعم. يعني باي حاله طوارئ عم يمرق فيها البلد، ان كانت هالطوارئ هي ذات منشا طبيعي او منشا امني او اي حاله من الحالات اللي كانت عم بتصير، هي اللجنه بدها تتابع وتجتمع. نعم. مع الوحدات الاداريه لحتى نقدر ناخذ الاجراءات السليمه لمتابعه العام الدراسي. نعم. بالاضافه لكمان يعني منسق ومقرر هذه اللجنه هن اعضاء باللجنه الوطنيه للحد من الكوارث برئاسه مجلس الوزراء، بيمثلوا وزاره التربيه بداخل السراي الحكومي، كمان لمتابعه كل التعاون مع سائر الوزارات لمعالجه اي حدث او اي أزمة مثل الأزمة اللي عم نعانيها اليوم بوجود فيروس كورونا. نعم. ببداية شهر شباط اليوم أصدر المدير العام للتربية التعميم رقم 12. هذا التعميم كان بعد نحن ما نحكى أنه في انتشار أو وجود لأي حالة بلبنان، ولكن تحسبا وقت اللي صار المرض موجود بالصين وبلش ينتقل لدول ثانية. نعم. ومنشان ما يصير اي نوع من الارباك او الهلع عند التلاميذ واهاليهم، نحن صدر التعميم رقم 12 اللي اكد على الوقايه من الامراض الساريه والمعديه، يعني ما ذكر كورونا تحديداً. لانه بعد ما تسجيل ولا حاله كان صارت بعد. نعم. بس لحتى نكون باحتياط بتشدد بتطبيق اعمال التعقيم والتنظيف بالمدارس بالكشف على الامراض، لانه نحن في عندنا بالمدارس الرسميه في المرشد الصحي بتابع مع أطباء من نقابة الأطباء. نعم. أوضاع التلاميذ الصحية، وبالمدارس الخاصة كمان في وجود لممرض، في وجود لموجهين صحيين. فعلى هالأساس تم التشديد على أعمال التعقيم وعلى الكشف الدوري على الأمراض، بالإضافة للتأكيد على الأهل أنه نحن اليوم لما بيكون في تلميذ يعاني من عوارض الحرارة، من عوارض الأنفلونزا الموسمية اللي هي. نعم. بهالفترة بتزداد كمان ما نرسل على المدرسة، وبنفس الوقت إدارة المدرسة عليها صباحا تتأكد من حالة التلاميذ وتعيد هالتلميذ للمنزل بحال كان عنده هاي العوارض منشان ما يصير في أي انتشار لأمراض. نعم. من بعدها كان في المشاركة باجتماعات اللي انعقدت بمجلس الوزراء، وبهالفترة أعلن عن أول حالي. وقت الإعلان عن أول حالي صدر التعميم رقم 7 على ميم 2020 عن معالي وزير التربية. نعم. واللي تناول مجالين أساسيين. المجال الأول هو القيام بحملة توعية داخل المدرسة. نعم. يعني تكليف المدير والمرشد الصحي وسائر أفراد الهيئة التعليمية عقد أول شيء حصة تعليمية كاملة للتلاميذ لينشرح لهم شو الإجراءات اللي نحن ممكن نعتمدها بالحفاظ على سلامتنا، بالحفاظ على النظافة، آداب العطس، غسل اليدين، التصرف، استعمال المحارم. نعم. هاي التوعية انعملت بكل المدارس الرسمية والخاصة، وتوزعت البروشيرات والمنشورات الصادرة عن. نعم. وزارة الصحة
وعن منظمة الصحة العالمية، لأن احنا بتنسيق دائم مع ممثلين وزارة الصحة ومنظمة عم نشوفهم كمان. عم نشوفهم احنا كمان هلأ على الشاشة الفيديوهات والمنشورات اللي توزعوا من قبلكم للتوعية حول فيروس صحيح. كورونا، وكيف كل شخص فيكون عم ياخد الاحتياطات اللازمة حفاظا على نظافته، حفاظا على نظافته وأيضا لا يحمي حاله كمان. فتوزعوا بداخل، يعني تم نشرهم بداخل المدرسة على صفحات ومواقع الإلكترونية للمدارس الرسمية والخاصة. نعم. انبعثوا للأهل لحتى يكون في تفعيل وتزخيم لعملية التوعية. نعم. في إجراءات تانية كمان انطلبت، واللي هي إنه أكدنا على موضوع إنه ما نبعث تلميذ على المدرسة بوجود حرارة بوجود سعال. كمان في مراقبة بده يعملها المرشد الصحي للتلميذ بشكل يومي، وإضافي لتعقيم وتنظيف مبنى المدرسي بشكل متواصل. هول الإجراءات نعمل فيهم لحين ما يعني صار في ضغوط كتير كبيرة بموضوع الخوف اللي انتشر بين الأهالي إنه نحن كيف بدنا نكمل وجود التلاميذ بالمدارس، وب يعني ازدياد عدد الحالات في لبنان، واللي كان هون في نقاش. يعني اليوم في جزء بيقول إنه كان ممكن نكمل مع الإجراءات وتفعيل هالإجراءات، وممكن كمان نوقف لفترة. كان قرار وزير التربية ووزير الصحة بالتوقف لمدة أسبوع لسببين، يعني بسيط سببين إن شاء الله نقدر بالأيام اللاحقة نتخطاهم. السبب الأول هو ازدياد حالات الغياب بين التلاميذ. جزء من هذا الغياب هو ناتج عن حالات أنفلونزا عادية، وجزء منه ناتج عن خوف عند الأهالي. وهون ما عاد فينا يعني نكمل عملية التعليم بداخل الصف بوجود غياب بيزيد. يعني كنا عم نراقب عملية الغياب بشكل يومي بكل المدارس. في بعض المدارس عملية الغياب كانت كتير طبيعية كتير منطقية، وفي بعض المدارس سجلت حالات غياب ولكن لم تسجل عوارض تثير يعني هذه الحالة، تثير القلق أنها خوفا. نعم، يمكن في شوية إرباك وخوف عند بعض الأهالي، بالإضافة للإجراءات اللي اتخذت بموضوع الحجر. يعني الناس اللي عم يجوا من المناطق التي تعاني من انتشار هذا المرض كان عم ينطلب إنه اليوم لما بيكون في إلهم أقارب، يمكن يكونوا تلاميذ يمكن يكونوا مدرسين يمكن يكونوا موظفين داخل المدرسة، انطلب إنه يلتزموا بعدم لقاء الأشخاص القادمين والاختلاط بهم. وبحال صار هالاختلاط كان بدنا نبلغ مدير المدرسة لحتى نغيب لمدة أسبوعين، هي الفترة اللي ينحكى فيها صحيا عن حضانة المرض. نعم، يعني هلا نحن التلاميذ بالبيت والراجعة إمتى برأيك رح تكون عودة الطلاب؟ وهل العودة رح تكون آمنة؟ يعني إذا تم تعقيم وتنظيف المدارس، ولكن ممكن الفيروس يكون عم يحملوا معه أي طالب، ممكن يفوت باليوم يلي بيتحدد فيه إذا بدك العودة إلى المدرسة. يعني إذا نحن نطمن الأهالي اليوم في حال صار في عودة للمدارس الأسبوع المقبل، هل هالعودة رح بتكون آمنة أو ميلين أكثر أنتو بكون حضرتك متابع مع وزارة التربية وزارة الصحة لتمديد فترة بقاء الأولاد بالمنزل؟ نحن هلأ في اجتماعات يومية بداخل وزارة التربية وكمان باللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا بالسراي الحكومي. نعم. وبنتيجتها يعني نحن بعد عنا كم يوم لقدام، كل يوم في تقييم للوضع. مبدئيا لحد هلأ إن شاء الله الأمور يعني حسب ما معلومات الموجودة عند وزارة الصحة وعند اللجنة إنه لهلأ الأمور بعدها ضمن الإطار الممكن السيطرة عليه. قرار المدارس أكيد بنهاية هذه العطلة حيكون في قرار لمصلحة التلاميذ. يعني إن كان في إمكانية نستأنف رح نستأنف مباشرة، وإن كان في لا سمح الله أي عوارض ثانية أو تدعي للتمديد كمان رح يكون في قرار بهذا المجال. بس بهالفترة أكيد امبارح طلع التعميم رقم 25 عن المدير العام للتربية، والتعميم رقم 8 عن معالي وزير التربية اللي أكدوا على الإضافة يعني التعقيم والتنظيف. واليوم المدير والمرشد الصحي والناظر والموظفين الخدمة موجودين بالمدرسة الرسمية لتأمين النظافة بشكل متواصل. وبنفس الوقت ومتابعتها، يعني اليوم المدير والمرشد الصحي عم يشرفوا على عمل مستخدمين النظافة، وبنفس الوقت عم بيتابعوا أوضاع التلاميذ بمنازلهم بإمكانية
ارسال فروض منزليه لهم للمتابعه مشان ما يكونوا بعاد عن العمليه التعليميه، اضافه للمتابعه نشر مواد التوعيه والتحضير لبرامج طوارئ بحال بدنا نرجع نعطل ايام اضافيه. نعم يعني هلا عم بيصير اجتماعات، كيف بده يتم تعويض العطل؟ أكيد. يعني التعطيل اللي هلا عم بيصير كيف بده يصير تعويض الدروس على الطلاب؟ صحيح. يعني وامبارح انعمل يعني التعميم رقم 25 وضح كل هالاجراءات. نعم. كمان سمح للمدارس الرسميه لانه باجراءات ماليه خاصه لشراء لوازم وادوات التنظيف المطلوبه. نعم. والتواصل مع الاهل بالنسبه لموضوع تعليم ابنائهم بشكل انه نحن بعد 7 اذار، لانه ب 8 اذار بيكون يوم احد، ب 7 اذار بحدود 7 لازم يكون في اجتماع يحدد المرحله المقبله، وان شاء الله بتكون الامور باتجاه العوده والعوده الامنه. اكيد يعني العوده رح تكون، ما في قرار رح يتاخذ الا ما يكون الاساس هو سلامة التلاميذ وحمايتهم، هي النقطة الأساسية فيه. نعم. كمان تفضلت وحكيت حضرتك يعني عن الوقاية إذا بدك وهالتعميم اللي عم بيصير على كل المدارس، ولكن هل برأيك الوقاية كافية بظل الظروف اللي عم نعيشها؟ نحن هي الأساس العلاج، يعني بدي بلش بالوقاية، الوقاية للحد من الانتشار من جهة، نعم، ولمعالجة أي تداعيات قد تنشأ. نعم. فإذا طبقت وإذا كان في التزام فيها من كل المعنيين أكيد حتوصل لنتيجة، وهذا اللي عم نأكد عليه. يعني نحن اليوم بمدرسة إذا أخذنا كل هالإجراءات وتركنا حدا صار عنده اختلاط وما تابعنا موضوع تغييبه عن المدرسة، حنكون يعني بمحل معين أخطأنا، فمنشان هيك هالإجراءات بدها تكون متكاملة من قبل الكل. أكيد. يعني بده يكون في وعي عند الاهل قبل ارسال اولادهم للمدارس، وعي عند الاولاد لكيفيه الانتباه والوقايه، ومتابعه من قبل المدارس والاداريين والوزاره. اكيد يعني في تواصل دائم مع وزاره الصحه يعني بشكل يومي. نعم. وفي حتى نبلغهم باي حالات قد تنشا ويكون لها يعني مسار مفروض يتابع من وزاره الصحه او من طبيب القضاء، وبنفس الوقت المدارس والاهالي فيهم يتصلوا على الخط الساخن للصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي على 01-772-1860. نعم. أنا بدي أتشكرك السيد هادي زلزلي، رئيس دائرة التعليم الرسمي ومقرر لجنة التعليم في حالات الطوارئ، على هالمداخلة. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. شكرا، شكرا كثير لكم. شكرا. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل ومنتابع، خليكم معنا. مرحبا يا أصحابي، اسمي تالا، رح خبركن كيف فينا نحمي حالنا من الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد. أهم شي تغسلوا إيديكن منيح بالصابون، بليز غسلوا إيديكن كتير منيح بس ترجعوا على البيت، بس تخلصوا لعب، قبل ما تاكلوا وبعد ما تفوتوا على الحمام. حطوا كمية صابون كافية، فركوا إيديكن منيح وغسلوهن منيح بالمي. تبعوا التعليمات، غسلوا إيديكم بالماء والصابون، وزعوا الصابون على إيديكم، فركوا بين الأصابع، فركوا الإبهام، فركوا إيديكم، غسلوا إيديكم بماء نظيفة، نشفوا إيديكم بمنديل نظيف، ما تدقوا بتمكن، منخاركن وعيونكن إذا إيديكم مشبيين. أصحابي، بليز خبروا شو قلتلكن لأهلكن وإخواتكن ورفقاتكن.